اليوم أكيد يعلن اقترابنا من مجيء المسيح. أكيد هذا الحدث اللي دا ننتظره احنا جميعا في هذا الزمن المرعب، زمن انعدام النفس، زمن سواد، وبالفعل يستحق أنه نعلن به البشارة، لأن دائما الأمل هو واقع أرضي، أما الرجاء هو واقع سماوي. لما أنت عندك قابلية أنه تتعالج من مرض، ذاك الوقت عندك أمل أنه تشفى، ولكن لما أنت ما عندك علاج، ذاك الوقت عندك رجاء أنه تشفى، لأن الأمور أصبحت بيد الله. كل ما نحكي عن رجاء نحكي عن تدخل الله، كل ما نحكي عن أمل ذاك الوقت الإنسان يستطيع أن يدبر أحواله بنفسه. اليوم إحنا في زمن رجاء وليس زمن أمل ولا آمال. راحت الآمال وراحت الطموحات، الإنسان بكامل تاريخه يكون يمشي على الأرض، ولكن في لحظات فيروس صغير لا يرى ويشوف الإنسان وقع وصار حال هالتراب ورجع وبدأت دورة الطبيعة من جديد. هذا الزمن مهم جدا أن يخلينا ندخل في واقع تحقيق العهود والوعود. الله دائما أمين، وهذا الشيء اللي أتمنى أن تركزون عليه، وخاف أنتوا بعيدين عنا، لكن دائما كشفوا في واقع يوحنا ويسوع. ليش؟ لأنه بهالشخصين هذولا نشوف الله يبدي عهد جديد، وهذا العهد الجديد هو عهد خلاصي عظيم، أكيد امتداد للعهد القديم، ولكن هو قمة الجدة، جديد. ليش جديد؟ لأنه الآن الله أصبح واضح، أصبح موجود بيناتنا عما نوئيل، فالله يريد يدخل، ولكن لما يدخل في حيز وجودنا لازم أكو من يحضر، والمحضر الفور رانر يصيحوا الفور رانر هو يوحنا المعمدان. مجيء يوحنا ليس مجيئا طبيعيا، وهذا اللي لازم نفهمه. دائما من يدخل الله في حياة الإنسان ويدخل تدخل مباشر يريد يراوي نفسه. إحنا كنا حياتنا الله يتدخل بها. أكو هواية لاهوتيين اليوم، أكو روحانيين شوية. اللاهوت المعاصر أنا خاف منه، اللاهوت المعاصر أو أكو بعض الناس يطلع يقول ماكو أرواح شريرة، ماكو ملائكة، ماكو جهنم، ماكو جنة، كل هاي الإنسان اخترعها. هذا مستوي، واللي دي سمعه مستوي. ليش مستوي؟ لأن الإنسان دائما عنده كبرياء. الإنسان يسجد لله بس بداخله يريد يتعارك وياه 24 ساعة، لأن الإنسان بدون الله يبدي الإنسان يحس نفسه هو إله نفسه. فاليوم إحنا من نحكي على ملائكة ونحكي ويطلع لنا واحد يقول لنا ماكو هالأمور هاي كلها، أقول له هذا مين أنت؟ يعني عقلك يعني درست بالخارج؟ أكو ناس يدرسون بالخارج يقول هذا خريج هالدولة، خريج هالدولة عنده شهادات. بس من الأسف الشديد إخوتي وأخواتي أكو ناس تدرس حتى تفقد إيمانها. أنا اليوم أصلي وأريد هاي صلاتي تكون عميقة، صلاة طفل بسيط، أمايا دا تصلي الله يسمعها يفرح بيها، مو الذي رد لك شهادات وتنفي هذا وهذا. يا بشنو أنا عندي معرفة؟ يجي يوم يقول لي آدم وحواء ماكو، يجي يوم يقول لي جنة ماكو، أرواح شريرة ماكو، بس بقى الإنسان عافية هالإنسان. إيه فيروس يا أيها صاحب الكبرياء، فيروس ما ينشاف، وقعك دمرك، خلاك تحس بالنفس. لما يضرب الفيروس الإنسان ويروح على المستشفى تنزل عليه نمونيا. نمونيا تعرفون شو النمونيا؟ نمونيا يلبي ما تنلفظ، نمونيا ذات الرئة ينتهي النفس، تصير عزيزة. هاي النفس اللي من أنت وصغير لحد ما متت دا تصعد وتنزل بيك، ولا شكرت ربك عليها. هسه من دخلت وشفت بعينك شلون هذا النفس عزيز عليك. لما تدخل بالمستشفى وتطلع يدزولك راتشيته، بقيت انت بالمستشفى او يدزولك بل، يقول لك بقيت بالمستشفى ايش قد؟ بقيت 3 ايام 4 ايام، سحبت اكسجين هل قد فلوسها؟ ايش قد؟ $5,000 $10,000. قال اي يابا أنا 3 أيام تنفس 10,000 وصعد، وأني من بداية حياتي وليه هسه دا أتنفس،
كل شيء مجانا. دائما الإنسان يحتاج إنه يشكر، ودائما الإنسان يحتاج إنه يشوف الواقع بالحقيقة، إنه أني واقعي هو إنه ارتبط بالله. بس لما الله يشوف إنه أنا عندي كبرياء راح ينتظر عليا، لما يشوف الله إنه أنا عندي فراغ وإنه هذا الفراغ هو دا يسبب لي تسويف بمعرفتي الإيمانية، دا يخلي بس معلومات ولكن ليس روح وواقع. اليوم إخوتي وأخواتي الإيمان هو واقع، الأم يعيشه واللي يعرف يعيشه واللي عنده شهادة يعيشه. وصدقوني اللي إنسان اللي يكون فرحان بإيمانه رغم كل الظروف اللي حوله، هذا الإنسان جنى من الله النعمة. اليوم أنا شي يهمني؟ أوكي أؤمن بالله ما أؤمن بالله، الله يحترم حريتك إن آمنت وإن لم تؤمن، بس الحلو إنه هاي العلاقة بينك وبين الله تكون رائعة، تكون روحانية، تخليك واو واو كل يوم طيب، كل يوم حلو، كل يوم رائع، كل يوم فرصة جديدة، كل يوم حياة جديدة. أنا اليوم أشوفها في حياة زكريا والإصابات وابنهم يوحنا، هاي العائلة مقدسة، هاي العائلة تعلمت هواية وتعلمت دروس عظيمة في هذا الزمن. صحيح ابنهم هو اللي راح يكون المحضر لمجيء المسيح، لكن أكو أمور نجنيها إحنا بحياتنا من خلال حياة زكريا وحياة الإصابات. زكريا ومثل ما نعرف دائما بأنه بهالأجواء هذه الله راح يتدخل بالحياة، حياة عقيمة. دائما من نسمع الإصابات ونسمع زكريا نقول عقم عقم، لا يوجد أطفال، بس العقم اللي يحكي عليه الكتاب المقدس واليوم نعكسه هو عقم القلب من الحب، عقم القلب من القدرة على أن يخصب حياته بالغفران بالروحية. ليش أنا أقول أنا أصلي اليوم حتى ألين حتى ما أكون قوي؟ يقول لك دير بالك لا تصير فد مرة هش وتنعصر، ولا تصير قوي كلش وتنكسر، صير مرن، صير بيك شون هذا الغصن الطيب، هذا الغصن اللي بيه قابلية أن ينطي ثمار، تشوفوه هيك تسووه ما ينكسر. ليش؟ لأنه بيه مونة، بيه جوز، بيه حياة، بيه خصوبة. هذا اللي يريده الله. لما تصلي صير مثل هذا الغصن. لا تجي للكنيسة وانت قوي قوي، كرامتي، حياتي، شغلي، الأنا، شوف راح تنكسر بأول لحظة، بشك تنكسر. ولهذا اليوم نشوف زكريا قوي قوي، زكريا راح للهيكل، زكريا قدم اللي يقدر يقدمه لله. هل تتصورون أن زكريا لهذه اللحظة كان يطلب من الله طفل؟ لا. تعرفون ليش؟ لو كان يطلب ما كان شك، بس سكت زكريا بعد ما يطلب شيء، سكت وقال اكتفي بالصلاة بس، ما لي روح يصلي يقول أريد طفل بهالعمر ما يقوله. لو كان يصلي ويطلب طفل كان لما طلعنا الملاك قال أنا أؤمن، لأنه إبراهيم وحنا أم صموئيل وهلم جرن كلهم الله تدخل بحياتهم وطاهم. المهم في هذه الأجواء أخوتي وأخواتي تمت ولادة شنو اليوم؟ ولادة يوحنا. الشيء الحلو اليوم نركز عليه، الخرس. الخرس اللي عاشه أكيد زكريا هو خرس مو طبيعي، ثلاث أدوار عاشها زكريا. واليوم أي واحد اليوم قاعد بهالكنيسة وأي واحد يسمعني يعيشها أيضا. أول شيء عاش عقيم، بعدين صار أخرس، بعدين صار لاهوتي. بعد ما فتح حلقة انطانا نشيد عظيم عمره كله ما عرف يقوله قدام المذبح لما كان يروح يخدم الله. لو ما هذا الخرس اللي هو خرس من أجل القضية، من أجل الملكوت، من أجل أنه أصمت حتى أفهم تاريخ الخلاص. لما أنا اليوم ما أتذكر الله
لما أنا اليوم أقرأ الكتاب المقدس وأقرأ الإنجيل وأجي للكنيسة وأخذ قربان وأني نايم، أني ما أتذكر مثل زكريا. زكريا طلع على الملاك قال له أنت راح يصير عندك طفل، شنو شو يصير عندي طفل؟ ما قرأ إبراهيم إيش صار بحياته وشون الله تدخل بحياته وحياة شمشون وغيرها، ولكن شنو بالمعنى؟ أوكي الآن أنت صار ضربك العقم حتى في ذاكرتك، مو بس في جسدك وإنما في ذاكرتك، ولهذا ما تذكرت اللحظات اللي أنا اشتغلت بها على هل شنو على الشعبي العقيم. وتلاحظون بعدين ورا ما فهم بعد ما سكت لمدة 9 أشهر و7 أيام، لأن اليوم مو ولادة يوحنا، اليوم ختان يوحنا، وبعد 8 أيام يختتن الطفل حسب الشريعة. الختان هنا في اليوم الثامن، ودائما احنا نفكر ان اليوم الثامن هو اليوم الجديد، هو يوم الأبدية. 7 أيام هي شنو؟ زمن كامل، ولكن اليوم الثامن هو الزمن اللي الله يتدخل به، اللي الله يسوي إعجازه وأمور كثيرة. فتلاحظون هنا سكت 9 أشهر فترة حمل الإصابات، و7 أيام انتظروا بيها يختنون الطفل. باليوم الثامن ذاك الوقت سموه يوحنا. شوفوا هنا كان أخرسا، كان ما يعرف شنو معنى الذاكرة، ذاكرة الله اللي لازم تكون عند كل أب وأم، ويذكرون أولادهم بمواعيد الله وبقراءة كلمة الله والذهاب للكنيسة. اليوم أصابنا انعدام بالذاكرة، اليوم اكو هواية زكريا قاعدين وهواية زكريا دا يسمعون، ناس اسمهم اسم ذكرى وهم ما يعرفون يتذكرون. زخريا يهوى زخر، يعني الله يتذكر. وانت يا انسان شايل اسم الله يتذكر وما تعرف تتذكر؟ اخوتي واخواتي اليوم زمننا علمنا انه ننسى، طيب النسيان، لو ما النسيان كان صار الحزن قاتل ويمكن يموتنا، ولكن النسيان نعمة. ولكن اللي دا ندخل به هو ليس نسيان، هو تناسي. هاي التاء هي تاء الادعاء. لما واحد يكون مريض بس من تجي على واحد ما يريد يروح المدرسة يقولون عليه يتمارض. واحد ينسى ايه بس يتناسى يعني صدق دا يريد يكنسل، ما يريد يتذكر. كل يوم فد شيء مهم يركزون عليه العلماء وعلماء النفس وعلماء الأعصاب، أطباء الأعصاب. هذا السيلفون صار تمثال، صار صنم، صار أي شيء أنتوا تعبدوا. قبل كنا بالعراق كنت أنا حافظ أرقام كل أصدقائي، قبل كنت تحفظ عيد ميلادهم، قبل كنت تهتم بهم أتذكرهم دائما. أكو حيز بذاكرتي أو براسي الأصدقائي والجماعتي والأقربائي وهلما جرن. هذه جملة علاقات. تعرفون الإنسان مو بس زمن، الإنسان زمن ومكان وعلاقة. اليوم عندنا سيلفون نخزن، علمنا أنه هو اللي يخزن لنا، علمنا هو اللي يحفظ لنا. حتى أعياد الميلاد ما نعرفها بعد، نشوفها بالفيسبوك، هذا عنده عيد ميلاد سوي له تهنئة، إذا ما سوي له يزعل. ما صرنا ناس نتذكر الآخرين، راحت الذاكرة مالتنا. أخوتي هسه أنت ضاع التليفون مالتك، انتهيت، ضعت، تهت. وين كان؟ كان تليفونك بعقلك، كانت حياتك كلها تتحكم بيها الذاكرة. شقد حلوة الذاكرة، نعمة. ليش؟ إن الذاكرة تفكر، مو بس الذاكرة تطيك معلومات، هم تفكر لك، هم تذكرك بالصداقة وبالعلاقة وبالحب وغيرها. فاليوم ماتت الذاكرة، وعد زكريا ماتت ذاكرة الله بتدخلاته العجيبة، ولهذا الله أعطاه الخرس. واليوم إحنا أيضا أخوتي وأخواتي هذا الزمن، زمن كورونا وزمن بشارة، إذا عجنتم سوية، هذا الزمن هو زمن انتظار ملتهب بالنعمة. اليوم أني أفرح بهذا الزمن. ليش؟ لأنه راح أخرس، لما أخرس راح أوصل إلى مرحلة زكريا،
لما ينفتح لساني وأقول مبارك الرب إلهنا إله إسرائيل الذي تفقد وأعطى فداء لشعبه. شوفوا شوفوا البداية عقم خرس بعدين تمجيد الله. هذا هو زمن البشارة. هذا هي مدرسة زكريا. زكريا الله يتذكر يا إنسان تذكر. واليوم إحنا دماغنا بدأ يخرب وحتى الأطباء يقولون عندنا مشكلة صارت يسوحوها النيرو بلاستيسيتي اللي هي شنو المرونة العصبية في الدماغ. عبالكم إنه المعلومات هي اللي تكبر الدماغ. المعلومات لا تكبر الدماغ وإنما السلوك. السلوك هو اللي يصير دماغك. اليوم تجي للكنيسة وتصلي وتغمض عينك الدماغ يتغير يصير بي شنو شيفتينج يصير بي تشينجينج يصير شنو يبدي يشتغل برنامج جديد. من تطلع تروح للبيت اكو برنامج جديد. من تروح تاكل اكو برنامج جديد. من تروح تقعد وتنافق بين الجماعة انت اكو برنامج جديد. ولهذا تشوفون بانه ماذا نستخدم دماغنا ماذا نستخدم ذاكرتنا ماذا نشتغل على هذا الواقع. فصار بينا المشكلة الكبيرة بدينا ننسى بدت تصير العلاقات خربانة. اخوة اثنين صارت مشكلة بين زوجاتهم انت ببيتك واني ببيتي لا عيد ولا هاي وما حد يحكي ويا الاخ وانتهت. طب راح مات الاخ وهذا الاخ مات وما حكى واحد ويا الاخ. هيك قدرة عجيبة صايرة على الزعل غير طبيعية. ليش؟ لأنه الشيطان قدر أنه يمسح ذاكرتنا. اليوم أنا إيش قد مسوي لك خير؟ إيش قد حبيتك؟ إيش قد احترمتك؟ إيش قد زرتك من كنت مريض؟ من كنت جريدي؟ من كنت إنسان تعبان؟ من كنت إنسان مشمور؟ مذموم؟ ما حد يدير لك بال؟ جيت وطبطبت على ظهرك وحبيتك صارت مشكلة؟ مسحت الذاكرة. أنت ما لك علاقة بعد بي وأنا بعد ما لي علاقة بك. ليش؟ ليش صايرين سريعين للكره سريعين لقطع العلاقات؟ تعرفون ليش؟ لأن الذاكرة مسحت. الله دائما يذكرني وأني أيضا لما نكون بارتباط ويا الله أتذكر. ولازم أنت تتذكر إيش قد وقفت لك حتى لو تصير مشكلة. أتذكر الأيام الطيبة. اليوم الشيطان سدنا هذا الستار نسد أي مشكلة صارت النسى القديم النسى كل لحظات الحب والفرح وصرت عدوك صرت تحكي علي وصرت تحكي عليك وصرنا كل بالفيسبوك وغير الفيسبوك صرنا عداء والناس تباوى علينا. الناس ما تفرح أبد بينكم حبايب دائما تفرح بأن تكونون بعيدين. هذا اللي قدر عليه هذا زكريا هذا اللي ما يتذكر. هذا الشيطان راح يشتغل ببيوتنا ويشتغل بعقولنا. ولهذا أخوتي وأخواتي وقت التأمل وقت الخرس 9 أشهر و7 أيام كانت كفيلة بأنه زكريا يسوي شيفتينج ويطلع منها الدائرة التعسة إلى دائرة أعظم اللي هي دائرة التمجيد لله بنديكتوس اللي يسموها نشيد منه نشيد زكريا فرح هنا انطاء الله يوحنا. الشيء الآخر اللي لازم نركز عليه كشخصية ليس فقط زكريا نركز على يوحنا. يوحنا من البداية أول ما أجا كسر القالب. ليش؟ لأن يوحنا شوفوا يوحنا أول ما أجا ماكو أحد يسميه. التسمية لازم تجي من الأب حسب القرن الأول حسب العوائد أو العادات اللي كانت والتقاليد إنه الأب يسمي ابنه. زين الأب بخرس جوي الناس وكسابقة لم تحدث سابقا إن يجون الناس ويسمون الطفل. هاي وين صايرة؟ أنتوا إيش دخلكم؟ جوي الناس لا احترموه مسحوها الإصابات الإشباع مسحت ما حد سألها. جوي الناس دخلوا يقول لك شواوة ونشواثة وهذول الاثنين أكو هواي بيهم قديسين أكو هواي بيهم مشكلة. شواوة ونشواثة جيران وقرايب قالوا له الإصابات سكتي إحنا نسمي أبوه أخرس إحنا نسمي سموه على اسم أبوه
سموه زكريا جونيور. ايش دخلكم؟ ولهذا مرات كثيرة أشوف ناس تتدخل ببيوت ناس، تتدخل بأسرار ناس، هيك قلبها يرف يرف على ما تعرف الأسرار، تقول آه سمعنا هيك، احكي لي احكي لي، فتحي قلبك فتحي قلبك، هاي ما تعرف هاي المسكينة خطية عبالها تطبطب عليها، سحبت الحكي وش رشته بين الناس، وتعالوا باعوا من يرش الحكي بين الناس مثل مادة تشمر ريش بالسطح، تعال روح الجمعة شين جمع، وكل واحد يستلم لك ريشة ويسويها دجاجة، مثل هذا اللي لقى دقمة راح فصل عليها قاط. هيك احنا لما نلقي فد خبر مو زين نفصل عليه قصص، ليش؟ لأن الشعب عنده شنو مشكلة؟ عنده مشكلة نفسية عقد، فيفرح بخراب الآخرين حتى يقول أنا بعدني زين الحمد لله، أشوف مشاكل الناس أرتاح أقول واو أنا وين أنا ملك، هاي هو هذا الواقع مالت. فإذا هنا أخوتي وأخواتي هذا الواقع، إنه روانا يوحنا، إجا يوحنا، يوحنا هو البطل، زكريا كان يذهب إلى الهيكل وكان يصلي، يوحنا هو ابن كاهن غير يكون بالهيكل ما راح للهيكل. اثنين تسميته ما اجتي من منه ومن الناس، قالت لهم الإصابات ما حد يتدخل، أنا أسميه يوحنا وأب، ها شلون يوحنا؟ ماكو واحد من عشيرتك اسمه يوحنا، راحوا على الأب. شوفوا ما يحترمون المرأة، غير محترمة في اليهودية المرأة، بعد أتعس كانت من عندنا كانت، ليش؟ ما كانوا يعترفون بها، ما كانوا يعطوها فد شأن، ولهذا انحجب شنو؟ انحجب اسمها من ناحية تسميتها. قالوا أوكي أنت قلتي يوحنا، خلينا نروح على أبوه. راحوا ودوا له لوح، قالوا له اكتب، قل لنا منه؟ كان يقول يوحنا. يقول لك من قال يوحنا؟ فتح حلقة يوحنا، مو الاسم فتح حلقة. اخوتي واخواتي سمعوا، مو الاسم، مو اسم يوحنا خلاه ينفتح حلقة، الياء، الياء بيوحنا هي اسم الله، وباسم يسوع الياء هو الله، مختصر يهوه، فكل شيء الله يسويه امكاني. من قال إيه؟ من قال يا هذه يهوى انفتح حلقه، بعدين قال يوحنا، يسوع يهوى وسع، يوحنا يهوى حن، الله يحن. فشوفوا الاسم يفتح، اسم الله يفتح حياتك، اسم الله ما يخليك تقعد ابد، اسم الله يخليك دائما تسوي معجزات. ولهذا يوحنا، شوفوا يوحنا غير أبوه، أبوه كسلان، بس يوحنا ما ظل قاعد بمكان، راح عاش بالبراري، راح نذر نفسه لله، راح صار قوي، حمل مبادئ، وكان شجاع ومقدام، وكان ما يخاف من أحد ولا أي سلطة توقف وجهه. ليش؟ لأنه ما يعيش بشرنقات القانون. أنا اليوم القانون يقول لي اقعد بمكانك لا تحكي، ليش؟ لا بعدين يأذوك، هاي شرنقة. لما أنا أمشي وراء الله ما أخاف من أحد، لا أخاف منكم ولا أخاف من لي أبد، ليش؟ لأنه الحق حق ويعلو، يعلو علينا. ولهذا لما نحكي يجب أن نتكلم بالحق. اليوم كنيستنا أخوتي وأخواتي أعظم كنيسة، بس مشكلة أنه ما عندنا يوحناويين، ما عندنا كهنة يوحناويين، إرادنا كهنة يوحناويين، إرادنا كهنة يخوفون. شنو يعني يخوفون؟ يعني قاسي. شوفوا يوحنا قاسي خشن، عاش بالبراري، بس من اجوا يده يتعمدون يمه، قالوا امشوا يا اولاد الافاعي، بروتس اوف فايبرز. شوفوا هنا شنو معناها؟ معناها انتوا بين قوسين، اولاد الافاعي بالمعنى انتوا بوتشين حيل، وكانوا يجون يتعمدون وكان يقول لهم انتوا اولاد الافاعي،
انتوا كذابين، حتى هاي توبتكم مو توبه نصوحه، تجي وتتوب لله وما تروح على اوكي لما تعترف يا ملقس انا بيني وبين الله. زين اهتدي، اطلع تصالح. لا انا بس احكي ويا الله، هذا الشخص ما يهمني يعني، اوكي اصلي من اجله. روح تصالح قاعد يمك. لا ما يتصالح، بس شنو يحكي ويا الله؟ يقول لا دير بالك عليه. زين الله دا يقول لك باب القاعه ضاع عليه. يقول لا لا اصلي فوق، فوق بيني وبين الله. حتى شنو كذب، لانه ماكو صوت فوق، ما جاوبك الله. الجواب الحقيقي انك تسمع الله وتروح تتصالح. هو لا يقول اصلي اصلي لا، بس بقت العلاقه مقطوع. هاي اولاد الافاعي، شوفوا شلون كان قوي يوحنا. يوحنا قوي، يوحنا مقدام ما يخاف، وهذا الشيء وداه الى التهلكه لما استشهد على ايد منه، ايد هيرودز. مو الخاطر عيون وحده ركصت واخذوا راسه وقدموه بصينيه. هذا العظيم اللي اليوم تشوفون اليهوديه كلها تتهلل بمجيئه، شوفوا نهايته شلون تعبانه. شوفوا اللي يمشي ويا الله ابد ما يتوقع انه يكون فرحان، وما تعرف شنو نهايتك. يمكن نهايتك إعدام، يمكن نهايتك بهذلة، يمكن نهايتك طرد، بس المهم أنك أنت تظل لازم بيد الله، لأنه الله أهم من أي إنسان، وأهم من المجتمع، وأهم من السياسة مالتنا. دائما خلوها ببالكم أخوتي وأخواتي. ولهذا أني أخذ يوحنا المعمدان، هذا الدينامو اللي موجود، الدينامو الموجود بداخله، هذا يساعدني حتى أكون كاهن، وتساعدكم وكل واحد بكم أن يكون إنسان مسؤول على أولاده وعلى عائلته. ليش؟ لأنه بي داينامو، هذا داينامو حلو. الداينامو هو القوة الروحية اللي لازم نشتغل عليها. تتذكرون ماذا قال الملاك؟ قال لزكريا هذا الشخص اللي راح يتكون ببطن زوجتك، هذا من الروح القدس، بالمعنى مملوء من الروح القدس. إخوتي وأخواتي، بولس يسميه بليروما، بليروما رواح هكوديش، يصرحها بالعبري الرواح هكوديش. يعني شنو؟ يعني الروح يخليك تقلبها الدنيا، تسوي الأمور العجيبة اللي الناس تعتبرها خبال. ولهذا اليوم الإنسان اللي يحب الله واحد خباله، يصحوا مخبل بالله. احنا نريد مجانين بالله، احنا ما نريدكم عقال، ما نريدكم ناس برستيج وكل شيء مرتب والحمد لله، ولا نريد كهنه هادئين وبرستيج وكل شيء ماشي. احنا نريد ناس تهز الدنيا كلها بقول الله وبكلمه الله. ولا شلون يوحنا مشى؟ وشلون مشى بالبراري؟ وشلون حرق الدنيا؟ لانه بارتباط ويا الله. اخوتي واخواتي، يا احنا هذا واقعنا، واحنا اليوم محتاجين يوحنا المعمدان، كنيستنا محتاجه يوحنا المعمدان. لانه اذا سكتنا وخفنا من الناس، خفنا من انتقادات الناس، ايش وقت راح يتعدلون البقيه؟ ايش وقت اني وين اروح؟ ورا منه؟ ورا اللي بتشيني، مو ورا اللي ضحكني، مو ورا اللي يقول لي واو الدنيا ربيع والجو بديع، افلي على كل المواضيع. احلى اغنيه تعلمناها احنا وصغار، بس دير بالك الجو بديع ما يكون وهم، ما يكون خيال، لازم يكون حقيقة، ولازم يكون الجو بديع بداخله قبل ما يكون برا. ولهذا أخوتي وأخواتي نركز على هالجانب، بأن يوحنا كان مدرسة، علمنا شنو حنان الله، وعلمنا شنو قوة الله. وبالفعل لا شرب لا سوى كل شيء، وأخذ رسالة الله إلى آخر رمق. ليش؟ لأنه هاي مملوء من الروح القدس. اليوم إحنا الروح القدس هو اللي يعلمنا شلون نعيش. الله أخوتي وأخواتي ما يريد واحد لا يهش ولا ينش. هذا المثل كلش حلو، هو بالدارج بس تعرفون إلى أسس عربية. يهش من أن كنت أقول الواحد هش، أو أقول للناس أقول شش، كان أقول أبونا جاني في اليوم واحد نهاية القداس قال لي أبونا رجان هش، هاي تنقال الهوش. ما نعلم أنه كلمة هش إذا تروحون عليها هي لغة عربية، هشة هشة
الراعي الغنم. هش يعني شنو؟ كان قبل الراعي يلزم العودة حتى يمشي الخراف، يمشيهم طريق واحد حتى لا يزيغ أي واحد. فهاي الحركة تلويح العصا يصحوه هشة، ولهذا من واحد يحكي نقول له يعني شنو؟ وكأنه نريد نسيطر على المشهد حتى لا تسوي إزعاج. ينش هو اللي يبعد مثلا ذبانة وقفت بخشمة، يبعد عنها، يبعدها عن وجهه. فيقول لك لا يهش بالمعنى لا يسيطر ولا ينش ولا يبعد أذن، يعني خامل كسلان. ولهذا مجتمعنا انترز بالناس الخاملين والكسالة. اليوم أخوتي وأخواتي هذا المشهد كله يعبر عن حركة، عن نار في داخل البيوت. الله يريد يدخل نار الروح القدس في قلوب الآباء والأمهات. الله يريدنا نكون ناس ممجدين إله. شوفوا البدايات شلونها طلعها من حياة الاعتيادية. الاعتيادية أخوتي وأخواتي هي نورمال، كل شيء نورمال، الحمد لله. عندنا فود ستام، عندنا فلوس بالبنك، عندنا فلوس جوة شرباية، عندنا شو اسمه، الحمد لله والشكر. هاي الحمد لله والشكر تخوف. الله ما يحب تقول له الحمد لله والشكر وتقعد هنا. الحمد لله والشكر خطرة. الله يريد من تقول الحمد لله والشكر تشتغل مثل زكريا، تشتغل مثل يوحنا. هذا اللي يريده الله. اللي يريده الله انك انت تطلع من الاعتيادية مالتك. دخلك بأجواء اللخ، دخلك بالخرس، بأنه صارت الحياة غير شكل، لا كلام لا صوت لا هوسة، وإنما سكون. تسعة أشهر وسبعة أيام، تسعة ثلاثة ثلاثة ثلاثة، سبعة رقم الكمال. باح وناش دي يصير بأنه زكريا دخل ثلاثة. تعرفون رقم ثلاثة مهم في الكتاب المقدس. ثلاثة أيام بقى يسوع في شنو؟ في القبر. ثلاثة أيام بقى يونان في داخل الحوت. رقم ثلاثة معناه أنه وراء ثلاثة راح تنفجر الدنيا. إذن ثلاثة 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 تسعة، ثلاث مرات ثلاثة، وسبعة أيام إلى أن ختن رقم الكمال. فإذن معناها شنو هالأرقام؟ معناها أنه زكريا تعمد بالتأمل، تعمد بكلمة الله، رجع قرأ سفر التكوين كله، رجع قرأ التوراة كلها، وفهم شنو شغله. فإذا طلعها من الاعتيادية كان يروح عند صلاة محفوظة ويقولها قدام الهيكل. خلاه الله طلعها من الاعتيادية مالته، من صلواته المحفوظة إلى جو آخر. افتهم شنو معنى العلاقة مع الله. بعدين من فتح حلقة ما جاب كتاب وبدأ يقرأ الصلوات المحفوظة والجاية من أيام زمان، لا، طلع هو صلاة. ولهذا أخوتي وأخواتي شوفوا هنا نجد يصير. مريم العذراء هنا كانت حاضرة لما نفتح لسانة الزكريا، فماذا قال؟ قال هذا النشيد اللي يسحوه بنديكتوس. مريم العذراء كانت واقفة تشوف، كانت حامل ثلاثة أشهر، لأنه كان ستة أشهر مدة حمل الإصابات لما ظهر الملاك لمريم العذراء وبشرها. راحت ثلاثة أشهر تخدم الإصابات، وبعدين إجا يوحنا. فإذا مريم العذراء هسه هي مجيء يوحنا حامل بثلاثة أشهر. باوعت على زكريا، كان أخرس وفتح لسانه، سموها بنديكتوس لأنه بدأ ببلسد، بدأ بالبركة. بنديكتوس، بنديكت يعني مبارك. فالنشيد ما تسرحوا صلاة البنديكتوس، صلاة البركة. مريم العذراء من جابت يسوع سوت طلعت نفس الروح لهالنشيد، سموه ماجنيفيكات. وماجنيفيكات يعني نشيد التعظيم، لأنه مريم العذراء أول ما بدأت قالت تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. يا عيني، الله يخليكم. حتى بس أختم، بين هالبركة وبين هالاندهاش وبين هالتعظيم، وينك انت؟ وينك انت؟ دوختونا، دخنا. احنا ترى عباك عايشين بالكهف اخوتي واخوات، بس اصوركم الله احنا بكهف
مدى نعرف ايش يسوون بينا. يومية صعدت أعداد الشنو الكورونا، دنموت، صرنا 5000، صرنا باليوم 10000، معقولة؟ قال بايدن وقال ترامب وقال الحزب الجمهوري وقال الحزب المعرف منه، كافي بطلت، كافي كل كلاوات، كافي السياسة كلاوات. ركزوا بزمن البشارة، لا بترامب ولا بايدن، ركزوا بزمن انه بين الاندهاش، بين البركة وبين نشيد زكريا ونشيد مريم العذراء، اكو رحلة عظيمة. روحوا تأملوا، طفوا التلفزيون، ماكو حاجة للأخبار، ركزوا على هالجنين اللي راح يجي، جنين الخلاص اللي هو راح يخلصكم. ايش راح يفيدكم بايدن؟ وايش راح يفيدكم ترامب وغير ترامب؟ كل هذا شيء ارضي، اليوم احنا شيء سماوي. باعوا يوحنا، يوحنا هو معجزة، ولكن ايش وقت تحققت المعجزة؟ لما شوفوا كلمة بالانجليزي اتمنى تركزون عليها، wonder يعني معجزة، wonder بالاي تنقلب الاو اي، صار wonder يعني يجول ويطوف. الإنسان اللي يجول ويطوف بالكتاب المقدس ويعلن كلمة الله يحقق هاي المعجزة. فاليوم إخوتي وأخواتي، إحنا في عالم نريد معجزة به، إحنا في زمن المعجزات، إحنا في زمن الحب. أكو كاتب اسمه جابرييل غاريسيا ماركيز، طلع قال الحب، رواية الحب في زمن الكوليرا، ربحت جائزة نوبل. I wish أن تكتبون رواية اسمها الحب في زمن كورونا. هاي البشارة، ركزوا على نشيد زكريا وركزوا على نشيد مريم العذراء، راح تفهمون شنو الحب. ولا تركزون على الدنيا وعلى اللي حولكم، وهذا صار بي وذاك مات وذاك حي، أهم شيء الله هو الحي اللي راح يبقى إلى الأبد. آمين.